بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل يا ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما اتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة قل يا ربي زدني علما اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ قال الوحي الأكرم اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ قال الوحي الأكرم أول قول في القرآن اقرأ واعلم فبذا تسلم أول قول في القرآن اقرأ وافهم فبذا تسلم قل يا ربي زدني علما قل يا ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما اتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة قل يا ربي زدني علما واجعل العلم عبادة يجعل أهل العلم السادة واجعل العلم عبادة يجعل أهل العلم السادة كن من مهدك طالب علم كن من مهدك طالب علم واسأل دوما منه زيادة قل يا ربي زدني علما زدني حكما اتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة قل يا ربي زدني علما فلكي تصبح كالمصباح ظلمة جهل ماحي فلكي تصبح كالمصباح ظلمة جهل ماحي اقبل عنها لا تتمهل اقبل عنها لا تتمهل اقبل في ليل وصباح قل يا ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما اتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة قل يا ربي زدني علما وصلاتي تهدى للهادي أمي ذي علم بادي وصلاتي تهدى للهادي أمي ذي علم بادي علم كل الناس فبادر علم كل الناس فبادر علم كل الناس فبادر سر في منهجه الإرشادي قل يا رب